السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد. نبدأها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية، العبيدي كان إنسانا خلوقا ونشيطا وصادقا مع الجميع ومخلصا في عمله. في الوطن لوسيسكو، تألق سفيان أهدانا 3 نقاط مستحقة. في العرب جاريتس، من حسن حظنا أننا خطفنا النقاط 3. عبد الله مبارك، السيدية سيقاتل حتى الرمق الأخير. عربيا في الرياض السعودية، رئيس الهلال كنت على يقين بإحراز اللقب. عيسى الجوكم كتب في اليوم السعودية، الكأس ماركة هلالية مسجلة. في المدينة السعودية، طلق ناري برشاش كلاشينكوف على منزل قائد الاتحاد بمكة. في المدى العراقية، طارق أحمد سنوفر كل الإمكانات للمدرب الجديد لإنجاح مهمته. في الشروق الجزائرية، روراوة خليل زيتش حر في اختيار مساعديه عقب مباراة بنين. في الشروق التونسية، سامي الطرابلسي مخطط إبعادي من المنتخب انطلق من استوديوهات التحليل. عالميا، روبي سافيتش كتب في الميرور، الأساطير لا يستحقون الإقالة، ولكن ما هو الحل مع فينجر؟ في الاندبندنت البريطانية، مانشيني سوف ننزلق بعيدا عن دائرة القمة إذا لم نقهر لبلوز. في جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، رانوكيا يغيب عن الديربي الميلاني بسبب أربطة الركبة. في آس الإسبانية، بيبي رونالدو أفضل لاعب في العالم لأنه الأكثر تكاملا. في فقرة غريب عجيب، بلدية سيتوبال البرتغالية تكرم مورينيو بإطلاق اسمه على أحد الشوارع. محليا، فاجعة تصيب الوسط الرياضي بوفاة أحمد خميس مدير فريق الكرة وتأجيل مباراة الموج الأزرق والزعيم حتى الغد، تضامنا مع حالة الحزن التي تخيم على أجواء النادي. وأسرة قنوات الكأس وبرنامج جرائد يتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وإلى العائلة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما الإخوة، يقلص الفارق أمام السد مؤقتا إلى نقطة بعد الفوز على الملك القطراوي بالأمس، وبانتظار لقاء السد مع الوكرة. سعوديا، الهلال بطل كأس ولي العهد السعودية على حساب النصر. الزعيم السعودي حسم اللقب بعد مباراة مجنونة ومثيرة انتهت بركلات الترجيح التي تفوق فيها الزعيم على العالمي. تفاصيل أكثر حول هذه المباراة نتابعها في الفقرة العربية، أما الآن والبداية من الدوحة. فقدت الأسرة الرياضية أمس الإداري المتميز أحمد خميس حسن آل عبد الرحمن مدير فريق الوكرة، الذي وافته المنية أثناء وجوده على شاطئ محمية خور العديد بينما كان في رحلة صيد. أتبين أن الوفاة حدثت نتيجة سكتة قلبية. مؤسسة الدوري نجوم قطر استجابت لطلب الوكرة وموافقة السد، قررت تأجيل لقاء الموج الأزرق والزعيم من اليوم إلى الغد. عبد الهادي خميس عضو مجلس إدارة نادي الوكرة وشقيق الفقيد أعرب عن بالغ حزنه وأسفه، مشيرا إلى أن الخبر نزل على الجميع كالصاعقة نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالجميع سواء داخل النادي أو خارجه. ولا نملك جميعا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من جانبه، عبد العزيز العبيدلي نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الوكرة تحدث عن الفقيد في السطور التالية: لقد فقدنا إنسانا عزيزا علينا جميعا، ولا تستطيع الكلمات أن تفي أحمد خميس حقه، لأنه كان نعم الأخ والصديق للجميع ويحظى بحب الجميع، فضلا عن أنه كان إداريا متميزا وله بصمات واضحة على مسيرة نادي الوكرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب الخبرات الرائعة التي كان يمتلكها. عرفناه إنسانا صادقا مع الجميع وخلوقا ونشيطا ومخلصا في عمله، ويحترم الجميع بل وصابرا على قضاء الله وقدره عندما تلقى قبل عامين نبأ وفاة ولده، ثم العام الماضي تلقى نبأ وفاة والده.
وكان الجميع يحترمه ويقدره، وبالتالي فإن خسارتنا فيه كبيرة جدا، ولا نملك إلا أن نتقدم بخالص العزاء لأسرته. إلى دوري نجوم قطر انطلقت بالأمس الجولة 18 لدوري نجوم قطر. الجيش استعاد انتصاراته ونجح في عبور العربي بهدف دون رد. لوسيسكو مدرب الجيش أكد أن فوز الأمس يعتبر مهما وإشارة جيدة إلى تحقيق الأفضل في المرحلة المقبلة. وعن المشاركة في دوري أبطال آسيا قال: هذه البطولة مختلفة، وبالطبع النتائج الإيجابية التي حققناها تجعلنا نثق بأنفسنا جيدا وسنكون جاهزين للآسيوية. فريقي قدم مباراة جيدة حيث استطعنا إحراز هدف عن طريق ماهر يوسف. لاعب فريقي أضاع 3 فرص مؤكدة خلال الشوط، بالإضافة إلى أن حارس العربي حافظ على فريقه داخل المباراة في آخر 10 دقائق. الجيش ارتكب أخطاء سهلة مما أدى إلى إعطاء الإمكانية للعربي في السيطرة على بعض فترات المباراة والبحث عن هدف التعديل. وفي نهاية الشوط الثاني كان هناك كرة ثابتة للعربي كنت متخوفا منها، حيث إنني لا أعلم ما تخبئه هذه الكرة، ولكن حارس الجيش تألق في التصدي لها، وأرى أن نتيجة الفوز كانت مستحقة. نبقى مع مباراة الجيش والعربي. على الجانب الآخر أيضا عبد العزيز بنيج مدرب العربي أعرب عن استيائه الشديد من الخسارة، وخاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية ولم يستحق الهزيمة. العربي قدم مباراة قوية وتشكيلا دفاعيا جديدا بعد غياب شهداد وماثيو محمد زيارة. اللاعبون سيطروا على الشوط الثاني، ولكن الله أراد دخول الهدف في مرمانا وعدم دخول أهداف كثيرة في مرمى الجيش. تراكم المباريات أثر على اللاعب وعلام كثيرا، ولعب أمام السيلية وسجل 3 أهداف، وكانت إرادة قوية، ولكن الإصابة كانت تأتي نتيجة للإجهاد. للحديث أكثر عن الجولة 18 لدوري نجوم قطر نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد الجزار الصحفي في جريدة الوطن القطرية. بداية أستاذ محمد حياك الله. الله يحييك عبد الرحمن، وصباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور. بداية نتحدث عن فاجعة بالأمس مني بها الإداري المتميز أحمد خميس بوفاته والانتقال إلى جوار ربه،